بنتكلم على العربي. طموحات اللعيبه، الطموح الاكبر انه يلعب للفريق الاول للنادي الاهلي. معانا طبعا الكابتن الكبير الكابتن طارق محروس، المدير الفني للفريق الاول بالنادي الاهلي. مساء الخير عليك يا كابتن، ومنور البيت الكبير. الله يخليك، متشكر جدا. ازيك يا كابتن هاني؟ اهلا بيك، منورنا. واهلا بحضراتكم، واهلا بالبيت الكبير، واهلا بالكابتن هشام وراضي، والف مبروك على البطوله الجميلة اللي حققوها الحمد لله. ربنا يخليك. طبعا كنا بنتكلم على شيء مهم جدا، وده طموح اي لاعب واي ناشئ في قطاعات النادي الاهلي، في قطاعات الناشئين على جميع المستويات، انه اللعب للفريق الاول. وحضرتك دلوقتي المدير الفني للفريق الاول، ايه النظرة او ايه البلان للنظرة لقطاع الناشئين واولاد النادي من قطاع كرة اليد في النادي الاهلي؟ هو طبعا زي ما حضرتك قلت، ان حلم اي ناشئ انه يلعب في صفوف الفريق الاول. احنا لما جينا مسكنا تولينا المأموريه بدايه الموسم ده، الكابتن محمود الخطيب قعد معانا، وكان ضمن التوجيهات اللي هو قالها لنا ان انا عايزين نبتدي نعتمد على اولاد النادي، لان الفانيلا الحمراء فانيلا تقيله، بعد اوقات بتجيب لعيبه كويسين، لكن الفانيلا الحمراء بتبقى صعبه على اللعيب. ان اعتقد ان اللعيب ابن النادي اللي لعب فيها وتعب فيها، اما بيلعب في فريق كبير وخصوصا هو مرتدي في الفانيلا الحمراء في الناشئين، تفرق جامد جدا معاه. ابتدينا نشتغل مع الجهاز اللي معانا، انا معايا الجهاز المفروض مرتبط، كابتن صابر حسين 2000 وكابتن هشام عبد الوهاب 2002. بنشتغل على الحته دي. المهم جدا ان انت تفكر في الفريق الاول، مش بس في البطوله، اهم حاجه ان انت تبقى عندك طموح، ولو عندك طموح هتقدر توصل له. كان عندنا دروب في فتره من فترات في النادي الاهلي بتاع الناشئين، حته المكسب كان قليل، فبالتالي اللعيب كان بيوصل للدرجه الاولى وطموح المكسب ما بيبقاش قوي عنده. اشتغلنا على الحتتين دول، ان احنا ازاي نعلم اللعيب ان هو يقاتل، لان هو بيلعب باسم كيان كبير اسمه النادي الاهلي. وبصراحه الكابتن ميشو بيأدي الدور ده كويس جدا. اي نعم، تعبني قوي، لانه كل ما اجي اتناقش معاه انا اقول كلمتين هو يقول 10، فهو عامل لي مشاكل كتير في النقاش. لكن بيجات لك يعني بيجات لك يعني يا كابتن ولا ايه؟ مش فاهم. لا، اصل انا مش مرنته، يعني انا مرنته. مرنته الكابتن بتاعك طبعا. طبعا عارف طباعه يعني. عارفني كويس. عارف طباعه. بالظبط. يعني انا حضرتك حتى لما اخترت الجهاز، اخترت وجهاز الاثنين، كابتن صابر حسين لعيب كبير جدا طبعا، وكابتن هشام عبد الوهاب، والاثنين لعبوا في منتخب مصر طبعا، مصر ومصر ومصر النادي الاهلي على مستوى كبير طبعا. فانا الحمد لله ربنا وفقني، اخترت الاثنين دول عشان يقدروا يوصلوا للشباب اللي هيوصل للدرجه الاولى يعني ايه فانيلا النادي الاهلي، يعني ايه طموح ان ابقى لعيب كبير. وهو بيشتغل على الناحيه الفنيه، كمان بيشتغل على الناحيه النفسيه. زي ما قلت كابتن هاني قال، السن المراهقه اللي من 17 سنه لغايه 21 سنه ده صعب جدا 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 التعامل معاه. اللعب في السيستم في الدماغ في الفتره دي محتاجه ناس فعلا بتفهم ازاي تقدر تحرك اللعيب وتوصله لمرحله نقدر نستفاد بيه بعدين. ده حقيقي. كابتن هشام والكابتن صبر بصراحه، انا ببارك لهم. بيقدروا يعملوا الحته دي يا كابتن. بيعملوها كويس جدا الحمد لله. وخصوصا ان هم لعبوا في النادي الاهلي، عارفين يعني ايه قيمه ان انا اعرف الدرجه الاولى. طبعا. دايما بيوصل للعيب الكلام ده. كابتن صابر حسين لسه كسبان امبارح بطوله كاس مصر مواليد 2000، كسب الزمالك، وبنبارك له طبعا على الكاس ده. كابتن صابر وكابتن هشام الحمد لله بيشتغلين على الموضوع ده كويس. يمكن الفتره اللي فاتت كمان عشان نثبت للعيبه ان احنا عندنا مصداقيه في الكلام، الاسبوع اللي فات قبل ما يلعبوا ماتش الزمالك بثلاث اربع ايام، خدت راضي وخدت عمر الشريف وخدت في باك ليفت تاني ادهم تقريبا مروان خدتهم صعدتهم معايا في الدرجه الاولى، لعبوا ماتش مع الفريق الاول. حلو قوي. تمام. انت لعبت مع الفريق الاول. طب حلو ده. ما ترجعش بقى تتغري بقى، تنزل تحت تقول لهم انا لعبت مع الفريق الاول. حاجه مش هنسجل. دي خطوه مهمه جدا يعني. طبعا. كمان راضي لعب، اما لعب مع الفريق الاول قعد اخوه. انت عملت فتنه جوه العيله يعني. الفتنه وصلت جوه البيت. لا اكيد هو كان سعيد طبعا، اخوه كان سعيد ان راضي ياخد فرصه كمان في الفريق الاول اكيد. طبعا. لا وادى اداء احسن من اخوه كمان. طبعا الحمد لله. لا اكيد هما الاثنين كويسين، بس طبعا دي خطوه مهمه انه يشوف ده
بعينيه قبل ما يتصعد، قبل ما موضوع عمليه التصعيد. لازم حضرتك يبقى في مصداقيه. صح. احنا لو كنا صادقين معاهم في قلنا لهم ايه كويس هيطلع؟ لا. ده احنا عملناه. صح. وبالتالي احنا هنعمل متفقين مع الكابتن هشام والكابتن صابر، هنعمل روتيشن ما بين الفرق كلها، حتى فرقه 2000 انا مصعد منهم 7 لعيبه بيتمرنوا مع الفريق الاول بصفه مستمره. كويس قوي. ودي مديهم دافع قوي، الحمد لله قدروا امبارح ماتش للزمالك يعملوا ماتش كويس، لان هم بداوا خلاص يحسوا ان هم خلاص بيلعبوا درجه اولى. ده مدي راحه نفسيه للعيبه، حاسين ان احنا قربنا في الفتره اللي جايه هنبقى موجودين قربنا. في الاول. لكن طبعا لازم يتعب اكتر، ولازم زي ما كابتن هشام قال من شويه ان هو لازم يشتغل على نفسه. المدرب مش هيعمل كل حاجه، اذا ما كانش اللعيب بيشتغل على نفسه عشان يحقق طموحاته عمره ما هيوصل للي هو شغاله. وهو خاصة في المرحلة الانتقالية، يعني بتتكلم على أولاد عندهم 18 19 سنة، الشغل النفسي مهم جدا وكمان البدني. فخلينا نتكلم طبعا احنا بكلامك يا كابتن، إن شاء الله احنا مش قلقانين على مستقبل الفريق الأول لكرة اليد في النادي الأهلي، ودايما بنطلع أبطال والأسماء كتيرة جدا جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. بس خلينا نتكلم، عجبني جدا العلاقة ما بين وما بين الاثنين كباتن اللي ماسكين 2000 و2002، ان في ربط كويس قوي، وان في رؤيه وفيجن واضحه بالنسبه لكم، وهو كمان حضرتك كنت بتمرنهم، ففي لغه تفاهم. من لغه التفاهم دي، هل حضرتك شايف بدل يعني هنخش بقى من ناحيه ملف الكوره، انك تعتمد بشكل كبير على ولاد النادي وبتحدد اهدافك، احنا محتاجين مثلا لعيب على الدايره يعني في خلال السنتين الجايين يا كابتن ميشو، احنا محضر لنا، احنا محتاجين خلال سنه لاعب في البوزيشن دوت، ده موجود ولا انت بقدر الامكان بتحاول تطلع اكبر عدد من الولاد؟ لا، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام مظبوط جدا. احنا عندنا كراسه، انا والكابتن صابر والكابتن ميشو، الكراسه دي ما حدش يعرفها الا احنا واحنا دلوقتي عرفناها. النادي الاهلي وراضي عارف الكراسه دلوقتي عرفنا، يعني هروح يكتب اسمه بسرعه. دخلنا في القضيه، ربنا اكرمنا والواحد استمر في النادي الاهلي ان شاء الله، وحققنا اللي احنا عايزينه باذن الله من طموحات وفوز للفريق الاول بالبطولات اللي باذن الله قادما نقدر نحققها كلها باذن الله. ان شاء الله. احنا محددين مين بعد سنه او اثنين هو اللي هيكون في المكان ده. راضي هيبقى امتى؟ اما يمشي اخوه. الملعب ما يستحملش غير راضي واحد. لا حقيقي شايف مستواه ايه؟ هما الاثنين زي ما هو قال كده كابتن ميشو، راضي الصغير راضي الكبير، لازم تبقى ماسك فعلا لجنبه وهما بيلعبوا. لو ما حد لسه كابتن ميشو، النصيحه الغاليه اللي دايما بيوجهها كابتن ميشو راضي. جدا. هم شباب، انا مرنت الاثنين راضي برضه. كمان فعارف الستايل الجينات. هم الاثنين بطبيعتهم مهارين قوي، دايما المهاري قوي هو بيلعب بيستمتع زياده عن اللزوم. ده حقيقي، بيمتع نفسه وبيبقى عايز. احنا في لعبه جماعيه. متع نفسك، بس انت ما تنساش ان انت حواليك في 5 6 عايزين يمتعوا نفسهم برضك، فتلعب معاهم عشان يعرفوا يلعبوا معاك. صحيح. راضي الكبير والصغير دايما عشان تقدر تتحكم فيهم في اللعب وتطلع احسن ما عندهم، لازم تكون تعرف امتى تشد السرعه وامتى تسيبه لمصلحه الفريق. صحيح. انما انا اتمنى لهم طبعا، راضي الكبير وراضي الصغير مستقبل، هم لعيبه كويسين وباذن الله هيوصلوا في نقطه معينه داخل النادي الاهلي وداخل قريبة مصر. حاجه النقطه دي قريبه ان شاء الله. بالنسبه لراضي الكبير النقطه قريبه قوي. بالنسبه للصغير محتاج شغل كتير. اولا يبعد عن والده، لان والده طبعا افكاره غير افكاره خالص، فيبعد عن والده عشان يوصل للمرحله اللي احنا عايزينها. افكاره في كره اليد يعني. والده مدرب بردك، بس طبعا افكاره غير افكارنا. انا والكابتن هشام والكابتن صابر لينا فكر واحد شغالين عليه، ما بنداش ودنا لحد، عارفين مين باذن الله بعد سنه واثنين وثلاثه مين اللي في البوزيشن ده، وبنشتغل عليه من غير ما يحس هو، وبنشتغل على اللي حواليه من غير ما يحسه. لكن زي ما الكابتن هاني قال او الكابتن هشام قال، نجاح المدرب مش بس في مكسب البطولات، في صناعه البطولات. ده صناعه البطولات في الزمن اللي احنا فيه دي بقت عمله نادره. صحيح. المدرب الطباخ اللي بيقدر يصنع اللعيب بيبقى عمله نادره،
واحنا شغالين على العمله دي، وبنوعدكم في الفترات اللي جايه النادي الاهلي بابنائه في قطاع الناشئين هيبقى ليه باع كبير، وهيبقى عدد العدد كتير، لان الحمد لله بفضل ربنا، الحمد لله بفضل ربنا وتعالى. يمكن معروف عليا انا كمان، انا خاصه من المدربين اللي بحب ان يكون عدد الناشئين موجودين في فرق كتير، اللي بيضخ في اي فرقه وبيديله حماس. فحتى الكابتن هشام كان قال لهم وانا واقف معاهم، قال لهم فرصه ان يكون الكابتن طارق على راس الجهاز الفريق الاول، مش هتلاقوه مع حد تاني، هو بيحب يضخ بلاعيبه صغيره وظل الخبرات، وده هيساعدكم ان انتوا تلعبوا بسرعه وبسهوله في الكرة. وده اللي منتظرينه من حضرتك طبعا ان شاء الله باذن الله. بنشكرك اولا على المداخله الرائعه ديت، ومنتظرين ان شاء الله جيل جديد ان شاء الله من ولاد النادي الاهلي يمثلوا النادي الاهلي على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي ان شاء الله. كابتن طارق طبعا بنشكرك، شكرا جزيلا.